دونك يا صحراوة، ليكم بعد دور الاستقلال موتوا واستشهدوا على بالكم، وحاولوا الحرب حتى في المغرب داخل الأراضي المغربية، مش الأراضي المحتلة، المغربية في كازا في مراكش. لكن كان أعمال قادرين يقوموا بها لخلق الرعب في المجتمع المغربي، وتسيبوا مغاربة مغاربة الصلاح تسيبهم معكم، ولكن باش تبقاو كيما هكا تنتظروا في الاستقلال مع عند الأمم المتحدة، هذه نساوها خلاص.